وفاء الشيمي، انا مصممه مشغولات كروشيه، كل حاجه كروشيه بعملها الحمد لله. كل معرض ديارنا بيبقى فيه حاجه جديده بالنسبه لي، بالنسبه لشغلي. اول معرض دي رابع مره تقريبا انزل فيها معرض ديارنا. انا بحب المعرض جدا هنا على فكره، لان جمهور المعرض فاهم هو جاي يعمل ايه، فاهم ان المعروضات اللي هنا هاند ميد 100%، بيقدر بامانه، بيقدر مجهودنا وتعبنا في شغلنا. فدي تقريبا رابع مره انزل ديارنا من خلال الاسر المنتجه. اول مره كنت نازله بشغل، غير تاني مره، غير تالت مره، غير رابع مره. كل معرض الحمد لله بعمل جديد. اخر حاجه عملتها والمعرض ده نازله بيها الحمد لله كوليكشن ديكور المنزل، انا مسمياه بيتي بالكروشيه. كل حاجه في البيت نقدر نعملها بالكروشيه. يعني انا عامله مجموعات سجاده كروشيه تابستري لأول مرة في المعرض الحمد لله، إن أنا أدخل الخيط المكرمية اللي فيه الفتلة السيرما ذهبي وفضي، دي حاجة عندي أنا بس الحمد لله، مش عند حد تاني في المعرض. عاملة سجادة معاها ستارة وكوشن قماش في كروشيه، عاملة مجموعات الحمد لله كويسة بالنسبة لديكور المنزل. عاملة باسكت للعب الأطفال أو للغسيل في أوضة الولاد، والكوشن الدباديب والكوشن الألوان القماش في كروشيه، برضو الكوشن القماش في كروشيه الفكرة الحمد لله جديدة ومحدش عملها قبل كده في المعرض الحمد لله، والناس معجبة بيها الحمد لله، لقيت استحسان كويس قوي من الناس. أتمنى أن الكوليكشن الجديد يعجبكم يا رب، وميرسي. دكتورة هناء عبد الرحمن، استشاري أشعة تشخيصية. الفن ده اسمه فن الكويلت. أنا اتعلمته في الولايات المتحدة الأمريكية أكتر من 15 لـ 20 سنة، وهو ده يعتبر من أعلى مراحل الفنون، يعني أعلى مستوى من الفنون اللي موجود في العالم. عبارة عن إن إحنا بنجيب القماش وبنعمل منه ديزاين، بنعمل منه ديزاين، وبعدين ديزاين بيبقى في الطبق اللي في الوش، بعد كده في الظهر، وبعد كده في الفايبر في النص. بنثبت الثلاث طبقات مع بعض زي المنجد بتاع زمان، بنثبته يا بايدينا او ان احنا بنثبته بالمكنه، اوكي، مكنه مخصوصه عشان تثبت الثلاث طبقات مع بعض. ممكن اعمل منه من اصغر حاجه زي كيس النظاره او كيس فلوس، او اعمل منه غطا الكتاب، غطا المصحف، واتيفر، اي حاجه صغيره ممكن نعملها. بيتدرج بعد كده، ممكن نعمل تيبل رانرز، بيد رانرز، يعني كده. نعمل كمان مفارش للسرير بمختلف الاحجام للبيبي السرير الصغير والسرير الكبير. ممكن كل حاجة نعملها بمختلف الأشكال والألوان، ودي هواية جميلة، بس أهم حاجة فيها العلم. وأنا بقول إن أهم حاجة في الشغل العلم والإتقان، واللي أجمل منه إن إحنا نحب الشغل اللي إحنا بنعمله. لما هنحبه ونعمله بحب جامد هينعكس على المنتج نفسه، وهيدي قيمة عالية، والناس هتقدم عليه. والحرفة دي كمان اللي عايزة أقولها، بيعملها الكبير والصغير، وهي ليها قيمة، لأن هي طبعا بتشيل الاكتئاب وبتسعد الإنسان، غير الهدف المادي بتاعها، يعني غير إن هي بتعمل إنكم لو عملها بحب وبعلم وبكرييشن يعني بتقدم كل مرة، يعني يخترع فيها حاجات بتدي نتيجة كويسة.